keras. تستفيد منها معلومات دينية، معلومات تاريخية، لغة عربية فصحى، لغة عربية سهلة ليس صعبة. تشاهد عن طريق القصص فقط. ادخل اليوتيوب واكتب كتاب قصص الإنسان في القرآن، أو قصص الإنسان في القرآن، أو قصص الحيوان في القرآن، أو اكتب كتاب حوارات في تعليم اللغة العربية للناطقين الغير. ما أكثر هذه البرامج في الوسائط في اليوتيوب. فقط على الطالب أن يدخل ويبصر مدى الاستماع. السلام عليكم.